عام كامل مر على تحرير مديرية المسراخ من الميليشيات الإنقلابية بعد معارك عنيفة خاضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استمرت أشهرا وتكللت بالتحرير. سعداء اليوم أن نحتفل في مديرية المسراخ بالذكرى الأولى لتحرير هذه المديرية البطلة التي وقف رجالها ونسائها وشيوخها وأطفالها إلى جانب اللواء 35، وكان لها الدور الكبير في تحقيق الانتصار الحاسم وتحرير المديرية من الميليشيات الانقلابية، بعد أن قدمت هذه المديرية إلى جانب أبطال الجيش الوطني كوكبة من الشهداء والجرحى. فندعو الله بالرحمة على الشهداء والشفاء للجرحى. يحتفل اليوم أبناء المديرية بهذه المناسبة التي قدموا من أجلها الكثير من الشهداء والجرحى، ناهيك عن الخراب الذي طال المديرية. انتصرت المسراخ بتلاحم الصفوف وارتصاصها وبرجال عصفوا بالطغاة يدكون المعاقل والحصون. السلطة المحلية في المحافظة شاركت أبناء المسراخ فرحتهم بالانتصار، وأكدت على المضي قدما في استكمال تحرير ما تبقى من المحافظة المحاصرة. هذه المديرية التي أفشلت في شكل أولي بمشروع الحوثي والمخلوع من خلال السيطرة على الخط الرئيسي الذي يمتد من مدينة عدن إلى داخل مدينة تعز، كان لهم الدور الأبرز في تحرير هذه المديرية، قدموا الكثير من الشهداء، وأيضا كانوا مشاركين في جبل العروس وشاركوا في مشروع وحدنان، واليوم هم متواجدون في كل المديرية في كل الجبهات مدينة تعز. تكريم أسر الشهداء والجرحى كان من ضمن فعاليات المهرجان الجماهيري عرفانا وتقديرا لتضحياتهم الجسيمة التي كانت ثمنا للتحرر من ميليشيات الانقلاب. الكثير من الدمار خلفته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بعد دحرها من مديرية المسراخ، وتحاول المديرية بشتى الطرق التعافي منه. اليوم يحتفل أبنائها بالذكرى الأولى لتخليصها تتويجاً لكفاحهم خلال عامين من حرب أسوأ جماعة حاولت إخضاعهم بقوة السلاح ففشلت. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية المسراخ، تعز.